يعني حاليا انا مثلا حافظه في اغنيه انا كنت بتمنى انه يعني يا ريت، لانه اسي لما غناها اخونا فرفور غير فيها، انا كنت لانه اسحاق بيكون نسى الكلام، فحاجه سمع علي صفق العنب اسمين كتبناهم برمش العين، ومرت بينا غيمة فرقة وتفارقنا مجبورين، ولما رجعنا من غربتنا فرحانين مع العايدين، لقينا الريح مع الذكرى الجميلة وضيع الاسمين. حلينا زمان نطير في الوادي زي ما تقول جناحنا فراش، ندوب في رقصة الموجة مع الموجة اللي ما بتتحاش، ونسرح في الطيور العايدة نشرب من عيون القاش، نقول للغيم تعال ظللنا من عين الشمس وين ماش، وجات الفرقة زايرة ديارنا بليلة اللي ما بندار، ومدت ايده شالت زهره كانت ضاويه ساحه الدار، وخلت بيتنا لا ضو شمعه لا حس فرحه لا نوار، بيقولوا الحي ورانا شقة عشان ولف علينا صغار، كبرنا الليله جينا نشوف حكايه صغيره لاسمين، كنا زمان رسمناها على صفق العنب طفلين، قايلين نلقى اسم الذكرى فوقنا هلالي زي نجمين، لقينا الريح محى الذكرى الجميله وضيع الاسمين. انا بفتكر ان الاغنيه دي كان قبل 12 15 سنه اخونا وردي كان عازمنا غدا انا وابراهيم حسين في بيته في القاهره، فقام قال لي عازم يا اخي عليك ما تكتب لي الاغنيه دي، مع انه كلمه اخونا اسحاق الحلنجي، فابراهيم قام غمز لي على اساس انه اكتبها له، ابراهيم ذاته انا ما كتبت عليه، يعني الاغنيه دي لو انا كنت كتبت عليه وردي ولا ابراهيم حسين الزمن ذاك كانوا غنوها كانت اشتهرت من الوقت ذاك. فانا من الحته دي بحيي اخونا فرفور